ورجع معاكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وانضم لي في الاستوديو نورني وشرفني كريم اكرم النهارده، واحنا بنعمل بقى شويه حاجات حلوه لمحلويات المولد النبوي الشريف. اولا اصبح عليك يا كيمو، صباح الخير. صباح الفل، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب ولايقه عليك العروسه دي، اموره جدا. صح، ايه رايك فيها؟ جدا. ممكن نخطبها لك يا كريم على فكره، مفيش مشكله. طيب اعمل ايه؟ اخبارك ايه؟ طبعا انا عارفه ان انت لما بتجيلي بتبقى جايب دايما اوفرز حلوه ودايما جديد كمان. لا ده كلام كبير، ده انا ما عرفت انت ايه، عملها لي مفاجاه يعني. دي مفاجاه. طيب خلاص اتفقنا، انا طبعا هستسمحك، هنزل ارقام التليفونات. تمام. برضو اتكلمنا عن الارقام، اتكلمنا عن التواصل على الصفحه، مهم قوي يا كريم. هتكلم كمان على جميع المشاكل. لان النهارده انا في بعض الاصدقاء بيزعلوا قوي من التواصل، بيقولوا ما بيتردوش، ما بيعرفوش يوصلوا لكم، فارجوك ترد لي على الحاجات دي، ان اصدقائي يهموني. تمام. والناس دول ناس متابعيني من الصفحه من اول ما بدات، فانا يعني يهمني امرهم جدا. طيب دي اول صفحه لفيتارم جلوبال بالنسبه لكم. مظبوط. وطبعا في صفحه ثانيه، ودول الصفحتين الوحيدتين، صح كده؟ مظبوط. طيب والارقام اللي ظاهره برده بتبقى الارقام الوحيده. هم ما شاء الله بقوا 10 ارقام دلوقتي. 10 ارقام. كانوا الاول 6 بقوا 9 بقوا 10، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. ما هو ده السبب اللي انت قلتيه في الاول، المشاكل. بس انا برده بفكر انه يبقى في رقم مختلف تماما للمتابعه الخاصه باللي اخذوا الكورسات. يا ريت لو نقترح الفكره دي، هتبقى لطيفه جدا. بدل ما يبقى الارقام دي بيطلبوا من خلالها الاوفر او الاوردر اللي هم عايزينه، لان الاوفرز بيبقوا عايزين الناس تلحقها. ما انا هقول لك هو ليه احنا بنخلي شكل معمم. ليه؟ عشان خاطر احنا الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه، مثلا في عميل دلوقتي اتصل قال الطول والوزن وخد الكورس المناسب ليه بالاوفر اللي هو مناسب ليه. تمام. لما بيجي يتابع هو بيتابع للدكتور اللي خد منه الكورس، لانه هو خد الكورس بسبب ان الدكتور مريحه نفسيا. تمام. ممكن انا كدكتور مثلا بتعامل مع عميل معين، ممكن ما يحبش المعامله مع الزميل ليا. ايوه طبعا، بتبقى كل واحد على حسب الكلام. لان انا زي ما قلت قبل كده، مهم جدا جدا ان احنا واحنا بنتكلم مع الدكتور نحاول نشرح له مدار يومنا عامل ازاي، احنا بنعمل ايه في على مدار اليوم. فدي ساعات بتبقى داخله ليها علاقه بالنفسيه شويه. انا ضامن اللي انا بكلمه، الدكتور اللي بكلمه في ثقه بيني وبينه، هل هو متفتح في الكلام، مريح في الكلام. فاحنا بنخلي كل عميل بياخد الكورس او بياخد اوردر مننا بالاوفر اللي هو محتاجه يتابع مع نفس الدكتور، عشان خلاص ببقى ما بينهم ما فيش حاجه، لان الدكتور كمان مديله الكورس المناسب ليه، هو اللي عارف حالته. حلوه قوي. المهم بقى يعرف يوصل للدكتور اللي هو بيتابعه بطريقه سهله ومبسطه، ده اللي يهمني. احنا المتابعه ده اللي فيه البوينت اللي انا بكلمك فيها دلوقتي. تمام. انا يا جماعه دلوقتي اهو بتكلم، احنا عندنا المتابعه مع الدكاتره هتبقى ليها توقيت وهقوله دلوقتي. ايوه بس التوقيت هو من الساعه 6 بالليل لحد الساعه 10 بالليل. كويس جدا. من 6 ل 10 في اتصالات من حضراتكم للي عايز يتابع، علشان يبقى فيه يعني ايه الوفر للمتابعه للناس اللي اخذت الكورس وحابه تتابع اسبوعي مع الحد او من الفريق الطبي اللي ماشي مع الحاله بتاعتها وعارفها. مظبوط. ويا ريت نعرف اسم الدكتور واحنا بناخد الاوردر. طب يا جماعه، طب دي معلومه مهمه جدا، حضراتكم تاخدوا اسم الحد الدكتور اللي هيتابع معاكم او اخذ الحاله ورشح لكم الكورس، حضراتكم تعرفوا الاسم عشان تسالوا عليه. على الاقل هيبقى ليه مرجعيه، يعني احنا نقدر هم كشركه يقدروا يرجعوا مرجعيه بالاسم لفلان اللي ما ردش او ما خدش تليفون او قصر. والشنط في عليها ارقام الدكاتره. منتهي. الشنط عليها ارقام الفريق الطبي. شوف اسهل من كده، يعني انا جايب لك الشنطه هي مكتوب عليها الارقام، عليها رقم الشخص الدكتور او من الفريق الطبي، مين اللي بيتابع، صح كده؟ مع الحاله دي انت بتتصل بتقول انا عايز اتابع مع الدكتور كذا. تمام. الدكتور ده هتلاقيه موجود متاح ليك. كويس. انت مجرد ما هتقول انا بس محتاجه. وده من 6 ل 10 يوميا ولا في اجازات يومياً. ايام معينه؟ يوميا حتى ايام الجمعه والسبت. كويس جدا، خلاص تمام. يبقى احنا كده بدانا بدايه مبشره ان شاء الله. تمام. هنقول بقى الموضوع بتاعنا. وهنقول الكورسات، وهنقول الكبسول الجديده اللي انا جايبها. ايوه هو ده الكلام. الكبسول الجديد ده بقى انا بالنسبه لي ده ملوش، ده اوفر تاني لوحده. حلو ده. انا بس هاخد من احمد اديني دي اللي معاك. احنا هنعمل دلوقتي، بتحب ايه في حلويات مولد النبي يا كريم؟ حمصيه. الحمصية بس كده كريم؟ لا وحاجات بس بصراحة مش كلهم يعني. يعني الحاجات اللي فيها مكسرات بس. ما بحبش الملبن خالص. بحب ليه كده كريم؟ ما اعرفش. طيب ما تعرفش؟ لازم تعرف. ماشي. يعني ما بحبش احكم على حاجة من غير ما ادوقها. ما ادوقها؟ بصراحة ما دوقتش. لا. انت لو عشان كده حكمت على ان انا ما بحبهاش. الملبن عين الجمل ممكن يعجبك، لكن ممكن انواع الملبن التانية اللي زي الدمية. في نوع واحد بحبه اللي هو الأحمر. يا سلام، هو ده الدمية. اللي فيه السوداني. هو ده جميل. لا ده جميل. خلاص انت طلعت بتحب حاجات حلوة كده. في حاجات بحبها والله. حلو ده. بصوا بقى احنا الشربات بقى عامل ازاي. خفيف، انا مش عايزه قوامه يبقى تقيل، لان انا عايزه بس يمسك فيه الجوز الهند، وهعمله دلوقتي في قالب يبقى جوز هند بس عليه شويه زبيب ويتقطع عادي.
فيبقى جوز هند بس. على فكره ابسط الامور وابسط الحاجات، واقدر بقى بعد لو انا مش عايزاه عادي هرول له جوه رول القمر الدين. احنا هنطلعه دلوقتي نقطعه معاك. في قمر الدين؟ عاملين رول القمر الدين فخفخينا. حلو جدا. المقادير اهي نزلت مره ثانيه لحضراتكم، انا هقلب كده. كريم انت النهارده بقى الموضوع اللي هتكلمنا فيه ايه؟ السمنه الموضعيه. حلو قوي. السمنه الموضعيه لان انا جاي لي يعني انا ممكن اكون اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. ايوه. بس انا محتاج دلوقتي لو في مشاهدين طبعا جدد بيتابعونا بيتابعوا برنامج حضرتك طبعا يبقوا عارفين ايه موضوع السمنه الموضعيه، لان هو تقريبا على اغلب العملاء عندنا. ايه هو السمنه الموضعيه اساسا؟ نشرحه الاول للناس ونقول ايه علاجه. حلو. السمنه الموضعيه ديت ان انا اوزن ولا ان انا وزني زياده شويه عن الوزن المثالي. وبيبقى في مناطق معينه عندي في الجسم هي اللي فيها دهون او فيها متركز سم. فيها السمنه مظبوط. ده بيبقى عامل اساسي في ايه بالظبط؟ هما ليه ثلاث عوامل. ثلاث عوامل هنقولهم واحده واحده وهنشرحهم وهنعرف ايه هم. ماشي. العامل الاولاني هو العامل الوراثي. العامل الوراثي ده بيلعب دور مهم برضه مع بعض الحالات. انت ممكن تكوني بتشتكي من منطقه البطن مثلا. بصي لو انت ليكي عندك افراد مثلا من العيله هتلاقيهم ممكن يكونوا بيشتكوا من نفس الشيء. ان هم عندهم منطقه البطن، يعني هم كلهم جسمهم متناسق ولكن منطقه البطن فيها مشكله. حلو. الارداف فيها مشكله، ده اسمه عامل الوراثي. تمام. العامل الثاني هو العامل الحياتي. اسلوب حياتي بقى، انا بتعامل ازاي في حياتي؟ ضغوط الحياه والنفسيه واكلي وشربي ونومي. لا. اكل وشرب ونومي ده عامل ثالث ولسه هقوله، لكن هو العامل الحياتي هو العامل اللي هو ليه علاقه بالضغط النفسي. الضغط النفسي بشكل يعني بشكل عام، احنا لما بنضغط ونفسيتنا ما بتكونش كويسه. في ناس او في عملاء بالذات بيبقوا بيطلعوا غلهم في الاكل. صح، اللي زعلان بياكل فرحان بياكل. وده بيبقى له تاثير طبعا. بالظبط. احنا عندنا بقى العامل الثالث اللي حضرتك قلت عليه اللي هو العامل الغذائي. بنزود كل يوم بنكتر من السكريات والدهون. تمام. في الجسم وبناكل مش بشكل منتظم خالص. وبناكل على مدار اليوم من غير مواعيد وبناكل قبل ما ننام مباشره. وده اصلا شيء غلط جداً. طبعا جدا. احنا لما بنيجي ناكل وننام احنا اجهزه جسمنا كلها بتبقى تقريبا شبه واقفه، فما بتهدمش ما بتحرقش. اللي انت لسه واكله ما بيشتغلش بالشكل المطلوب منه. عشان كده احنا دايما بنوجه الناس ان لما هتيجي تاكل تفطر تتغدى تتعشى يبقى في منطقه الصبح. الوقت الصبح اللي هو فيه الحرق، نسبه الحرق بتبقى شغاله كويس جدا. جدا. فعشان كده احنا دايما بننصح الناس بان هم ياكلوا الصبح. وحتى لما بيجي مثلا عندنا عملاء بيبقوا عايزين بعد ما بياخدوا الكورس ياخدوا نظام. ياخدوا نظام يمشوا عليه. طبعا ما بنقول لهمش لا احنا الكورس بتاعنا مش محتاج نظام. لان هو كده كده كورس اساسا بيبقى عامل مساعد لسد الشهيه. ولكن هو علاج السمنه الموضعيه ايه هو؟ العمليات الجراحيه. وعمليات التكميم والعمليات الشفط بس دي اصلا في حد ذاتها بتبقى مشكله لكل الناس. فهمت. فكره كلمه عمليه جراحيه دي مشكله. مشكله جيلة. طب احنا معانا تليفون معلش يا كريم. طبعا. معانا ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا شيف عظيمه، تسلم ايديكي على الحاجات الحلوه دي. حبيبتي الله يبارك لك يا رب، تسلمي. ليلى انت اول مره تكلمينا. الحقيقه. اهلا بيك استاذ كريم. اهلا بيك. طبعا اتفضل يا سيدي، اتفضل. اهلا بيك. ازيك يا استاذ كريم؟ ازيك يا استاذه ليلى، اتفضلي. لو سمحت يا استاذ كريم، انا طولي 158. 158؟ تمام. 158 ووزني 66 كيلو. وكل ما باجي اعمل دايت انا ببقى بخس، بس لما بخس بخس كل جسمي. انا بصراحه مش عايزه كل جسمي يخس، انا دايما بتبقى مضايقاني مناطق معينه في جسمي. منطقه البطن كمان اكتر منطقه علشان انا لسه والده. كويس جدا. فبقالي بالظبط سنه والده، بس منطقه البطن مضايقاني جدا. طب معلش هسال حضرتك سؤال. اتفضل. في افراد من العيله عندهم نفس المشكله، بيعانوا من نفس المشكله؟ مامتي حقيقي عندها نفس المشكله. اوكي، يبقى ده العامل الوراثي اللي احنا بنتكلم عنه. خلاص مفيش مشكله يا استاذه ليلى، في كورس طبعا مناسب لحضرتك. وانت حضرتك عايزه تنزلي من الوزن، يعني عايزه تنزلي كم قليل جدا من الوزن. فده شيء بسيط. كبسول الجديد كمان بيساعد للي هي لسه شاكيه بالظبط، يعني الشكوى بتاعتها كبسول الجديد بيشتغل على العامل ده بالذات. والله طب انت هتقول لنا بقى على الكبسول الجديد ده ايه موضوع؟ انا هقول دلوقتي. احنا خلصنا موضوعنا طبعا عن موضوع السمنه الموضعيه. وفهمنا الناس ان هو ليه ثلاث عوامل، والثلاث عوامل ليهم شرحهم وفهمناهم ده بيبقى سببه ايه. علاجه زي ما انا ما قلت العمليات الجراحيه، وده ما بيناسبش جميع الناس، وفي ناس جدا قلوقه وفي ناس جدا ما بتبقاش عايزه ان هي تعمل عمليه جراحيه. وطبعا الماده بتبقى ساعات برده بتبقى مش بتناسب جميع الفئات. فالبديل ايه هو؟ البديل اللي انا جاي اتكلم فيه اللي هو الكورسات.
طيب خليني الاول اقول للناس، احنا كنا بنتكلم في البدايه على الكورسات الثابته عندنا من فيتارم جلوبل اللي هي الكبسولات النقط الاعشاب، واحيانا بيبقى عليها هدايا، اما بتبقى النقط زياده الحرق لبعض الناس اللي اجسامها يعني الحرق فيها ضعيف او مزبوط. عندها مشاكل في الغده مزبوط. والنهارده انت هتكلمنا عن حاجه ثانيه اللي هيختلف في اللي أنا احنا اتكلمنا عليه. بقى المره دي لا انا اللي هي الكبسولات بس دي هديه والله. طيب يعني انا مش جاي، يعني انا كل مره كنت باجي لحضرتك كنت بقول انا هدي نقط زياده عشان نسبه الحرق، هدي اعشاب زياده عشان نسبه تنقي السموم. لا انا النهارده جاي الكورس بتاعي اللي هو ايه، هو كبسولات ونقط واعشاب عادي. الكورس اللي احنا متعودين عليه الكورس بتاعنا اللي هو كبسولات واحد كبسولات والنقط والاعشاب بس مش هزود نقط ولا هزود اعشاب، انا المره دي هزود كبسول هديه. الكبسول ده بقى بيعمل ايه؟ الكبسول ده مهم جدا. اولا الكبسول دوت احنا لسه منزلين، الكبسول دوت بيعمل نفس النتيجه الفعاله ويمكن اكتر. بيشتغل على مناطق معينه في الجسم، هو معمول لنحت الجسم مباشره. فمهم جدا جدا بشكل مبالغ، عشان كده احنا منزلينه هدايا للناس بحيث ان احنا نعرف الـ 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 النتيجه الفعاله ليه بتتساوى الاعلى. احنا في حد طبعا خلاص في عملاء خدوه مننا طبعا الكلام دوت من اول امبارح، وفي ناس طبعا قالوا النتيجه هايله من بعد يومين، فده بالنسبه لي شيء ده شيء كويس. مرضي جدا جدا طبعا، زائد ان احنا عندنا الكبسول بقى تقريبا من بعد ما نزل بيومين بالظبط، فهو بقى يعني ليه نتيجه فعاله وليه العميل بتاعه كويس. يعني في ناس خلاص بقت هي حابه الكبسول دوت من ساعه ما هي خدته مننا عن تجربه. طب قولي الكبسول ده بقى بيعمل ايه؟ ايه الفرق بينه وبين اصلا اساس الكورس اللي هو الكبسولات بتاعت فيتارم؟ تمام، احنا الكبسولات بتاعتنا الاساسيه هي بديله لعمليه التكميم والعمليات الجراحيه بشكل عام. أوكي. هي بتسد الشهيه. الكبسوله بشكل عام بتسد الشهيه، بتخليك حاسس ان انت شبعان. يعني وبتزود سرعه الحرق وفيها نسبه ثبات. تمام. اوكي، بس انت ما بتاكلش نفس اللي انت بتاكله والكم اللي انت بتاكله كل يوم. فده في حد ذاته شيء بديل لعمليات الجراحيه كلها بشكل عام. الكبسوله الهديه اللي فوق الكبسول دي اللي هي بتسد الشهيه هي كبسوله لنحت المناطق المعينه اللي في الجسم. عشان انا جاي النهارده اتكلم على السمنه الموضعيه. اللي هي ليها علاقه بالعامل الوراثي الغذائي الحياتي، وكل عامل من دول ليه شرح معين، وانا شرحتهم للناس طبعا وعندي استعداد اشرحه تاني. اوكي، فانا جايب لك كبسول للمشكله دي. زي ما استاذه ليلى دلوقتي حالا كانت بتتكلم بتقول ان هي عندها يعني مناطق معينه مضايقاها جدا بعد الولاده. هي عايزه تنزل تقريبا 7 كيلو 8 كيلو، يعني شيء برده بسيط جدا جدا. احنا الكورس بتاعنا كل الكورسات اللي عندنا بتنزل من 20 ل 25 كيلو. وكل الكورسات النهارده انا جاي عليها عامل 70% خصم على كل الكورسات. 70% على اي كورس ولاي حاله، عنده ضغط، عنده سكر، عنده مشكله في القلب، برضه ليك الخصم 70%، وليك الكورسات بتاعتك كلها بتتناسب وكلها بتعمل نفس الافكت، بتعمل نفس النتيجه. فبرضه يعني انا جاي لك باوفر كويس وجاي لك بهديه كويسه جدا، ممكن تكون اول مره نطلع بيها. اطلع بكبسول هديه كويس، مش طالع باعشاب هديه، مش بنقط، لا انا طالع المره دي معايا الكبسول ومعايا النقط اللي بتزود سرعه الحرق. النقط بتزود سرعه الحرق في الجسم عشان خاطر في ممكن يكون في ناس ما تتحركش كتير. دوت طبعا بيساعد بيزود سرعه الحرق في الجسم. ده شيء كويس، وللناس اللي بتاكل وتنام برضو طبعا بيبقى بسبب اضطرار الشغل، بيبقى فيه طبعا حاجات وفيه بيبقى فيه حد اتعود ان هو ياكل وينام. صح تمام. انا عن نفسي انا لكن ده له حل معاكم من خلال الكورسات اللي انتوا بتدوها، ليه حل ان هو ممكن لو بياكل وينام وده نظام حياته، بس ده اللي انتوا بتعرفوه في الاول بالظبط. وانا جايب له اصلا كده كبسول جديد للمشكله دي بالذات، مشكله المنطقه المعينه. مثلا انت بتعاني من زياده في السمنه في الثدي او في البطن او في الارداف. انا جايب لك الكبسول اللي هيتعالج مع ده، اللي هينطبق معاك. ده الكبسول ده لوحده اساسا بينزل من 15 كيلو ل 20 كيلو لوحده. انا جايبه لك مع كبسول اساسي عندي. بيعمل ايه؟ بيسد الشهيه، بيخليك حاسس ان انت مش جعان، بيخليك حاسس ان انت قاعد بتاكل مش قادر تاكل نفس كميه الاكل اللي بتاكلها كل يوم. انت بتاكل كم قليل عن اللي انت بتاكله. فده في حد ذاته بديل لعمليه التكميم. هي عمليه التكميم ايه شرحها؟ نفس اللي انا بقوله بالظبط. احنا يعني بنشيل جزء من المعده، فما بنحسش دايما بالجوع، ودايما طاقه اكلنا بتبقى قليله، بس قليله بضعف. يعني بيأثر علينا بشكل سلبي مش ايجابي. ايه هو اللي بيأثر علينا بشكل سلبي مش ايجابي؟ انت لما انت بتعمل حاجه تقريبا كده تغيير في جهاز جسمك اللي هي المعده. تمام؟ فانا الكبسولات بتاعتي لا بتغير ولا بتعمل اي حاجه، بالعكس هي بتتعامل مع الاجهزه بشكل منتظم وبشكل عادي جدا وبسيط جدا وطبيعي 100%. اوكي؟ من غير بقى جراحه ومن غير اي مشاكل.
وبتنزل نفس اللي انت عايز تنزله من 20 كيلو ل 25 كيلو. وللناس اللي بتتكلم على ثبات الوزن، الكبسول بيبقى فيه درجه ثبات، يعني انت لما هتنزل من الوزن مثلا الاسبوع ده 5 كيلو، ده ال 5 كيلو مش هيطلعوا تاني. لان هو فيه ثبات. تمام. اوكي؟ ده اللي انا برضو يعني ده اللي انا بقوله للناس عشان خاطر بيجي لنا اسئله كتير عن الموضوع ده. اوكي. اوكي؟ فانا جاي النهارده وانا قلت دلوقتي النقط اللي هي بتزود سرعه الحرق للناس طبعا اللي ما بتتحركش كتير، او طبعا اللي بتاكل وتنام، او اللي بتعمل على مدار اليوم ما بتاكلش بانتظام. من كتر من شرب الميه. التقطع في الاكل ده برضو مش كويس خالص، وبيتعب الناس اللي عندهم مشاكل في القولون جدا. ما هو ده بقى شوفوا بس الرول شكله عامل ازاي كريم. حاضر صحيح. هنشيل. انا مش هقدر اقطعها دلوقتي لان هي لسه ما لحقتش وهيطلع الجوز الهند بره، لازم تجمد تماما. اوكي، تتقطع شرايح كده من هنا، اوريكم كده بعد ما تجمد بسكينه منشار، ولو هي يعني فظيعه هنسخن السكينه دي كده بس ميه سخنه ونبدا نقطع الرولز كده لحد الاخر. بس انا مش عايزه اجي عليها علشان يعني ايه، لسه شويه. نكمل يا كريم. تمام، احنا قلنا النقط انها بتزود سرعه الحرق عشان خاطر العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها. ايوه، الاعشاب بتنقي السموم من الجسم بشكل عام. طبعا السموم دي بتيجي من الهواء، وبتيجي من الاكل التكاوي والاكل الشارع كتير، وطبعا بعد الجواز بيبقى ده عامل اساسي. أكيد. التكاوي والاكل السريع، لان طبعا ضغوط الحياه بتخلي ان الزوجه بتساعد زوجها وبتنزل شغل، فساعات ممكن ما يكونش في وقت. اوكي، فده بيبقى دايما احنا بنعتمد على الاكل التكاوي، الاكل الشارع ده بيبقى فيه كم سموم غير طبيعي، فالاعشاب هي اللي بتنقي السموم دي من الجسم. اوكي، بس انت لما هتثق في الكورس ده وهتعرف كل حاجه فيه معناها ايه وكل حاجه فيه بتعمل ايه بالظبط، هتعرف تشتغل مع الكورس بالظبط. انا مش كريم بحفظ ال ال الكبسولات دي. الزياده للكورس اللي انت تتكلم عنه تحديدا النهارده للناس اللي عندها مناطق زياده، يعني سمنه زياده في الجسم، دي اسرع بنتيجه، صح كده؟ النتيجه اسرع. لانها بتتعامل انت عامل الخصم قد ايه كريم على الكورس ده؟ 70%. بجد والله؟ على كل الكورسات. حلو ده. طيب احنا هنقول تاني معلش لاصدقائنا لو لسه منضمين لينا، ارقام فيتارم جلوبال الكورس اللي بنتكلم عنه، دول 10 ارقام قدام حضراتكم، ليهم صفحتين وحيدتين على الفيسبوك. وكريم النهارده جاي وجايب عرض مختلف تماما. احنا متعودين ان العرض هو كبسولات ونقط واعشاب، هو النهارده جايب كبسولات، دي اول صفحه ليهم، كبسولات هديه. كبسولات هديه. الكبسولات دي ايه بقى؟ كبسولات سريع كده عشان ايه اصدقائنا يبقوا عارفين. الكبسولات دي بتنحت مناطق معينه اللي عندهم سمنه في اماكن معينه متراكمه في جسمهم وبتضايقهم، وجسمهم كويس بس في حتت معينه عايزه تنزل. مظبوط. الكورس ده مناسب ليهم جدا، بيتكلم عنه كريم، والنهارده كريم جايب لنا خصم 70%. متخيلين 70%؟ دي حاجه حلوه جدا طبعا لكل اصدقائنا. بشكرك طبعا يا كريم، انت دايما بتفرق يعني بتفاجئني، وببقى سعيده ان انت بتحط ده دايما في الاعتبار عندك. خليك. انا بشكرك. 70% شحن مجانا. العرض قوله بقى لاصدقائنا مره ثانيه. العرض تاني. احنا عندنا واحد كبسول ده طبيعي، واحد كبسول، واحد اعشاب، واحد نقط. كويس. وكل حاجه احنا قلنا هي بتعمل ايه. تمام. تمام. الهديه على الكورس ده هي علبه كبسول زياده، فهيبقوا من 2 كبسول وواحد نقط وواحد اعشاب. الكبسولة الثانية بتعمل ايه؟ بتنحت مناطق معينة في الجسم، ليها 3 عوامل، العامل الأول هو العامل الغذائي، العامل الثاني الوراثي، العامل الثاني هو الحياتي. حلو قوي. فاحنا يا ريت نركز في العوامل دي، هتلاقي إن لازم عامل منهم أنت عندك المشكلة دي بسببها. فالكبسول الثاني اللي أنا حاطه هدية هو هيناسب جميع الناس، الكورس ده بينزل من 25 كيلو ل 35 كيلو. بتتراوح من 25 كيلو ل 35، ال 10 كيلو دول بتوع المناطق المعينة. اوكي، طب حلو قوي كده. وتوزيع الدهون في الجسم بشكل منتظم. وبشكل عادل. حلو قوي. وكمان انت النهارده احنا اتفقنا ان في وقت للمتابعه. كريم النهارده قال لنا من 6 ل 10 هيكون في مواعيد للمتابعه الخاصه بالاصدقاء اللي اخذوا من الكورسات علشان يتابعوا مع الفريق الطبي الحاله الخاصه بيهم ويتواصلوا معاهم ويشوفوا نزلوا قد ايه وبقوا ايه. مزبوط. والصح ايه اللي يعملوه. انا طبعا يا كريم بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك على العرض الرائع ده. 70% خصم يا جماعه، شحن مجانا. لحد امتى يا كريم؟ الشحن مجانا. لا، لحد امتى الاوفر؟ لحد الساعه 12 بالليل، وبيقعد لحد الساعه 4. بيمتد لحد ثاني يوم الساعه 4. انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى حضراتكم تجربوا وتبعتوا لي. والنهارده عملنا الرول لقمر الدين بالجوز الهند بطريقه لطيفه، عملنا جوز الهند بطريقه ثانيه. لو عايزين تشكلوه رول وتحشوه مفيش مشكله، عايزين تعملوه جوز هند بس ويتقطع بعد ما يتحط في الثلاجه ويتاكل كده روعه. من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسعاده وسلامه، والسلام عليكم.